نحن نعتبر من الوزارة السيادية والوزارات القيادية الأولى اللي أطلقت هالمبادرة. هي مبادرة صراحة جميلة، حسست الموظف فينا بأهميته لدى قادته. مبادرة جدا جيدة وتحفز الموظفين على الاستمرار في ممارسة الرياضة، خاصة في ظل الضغط في آخر فترة على وزارة الخارجية من شغل الموظفين يشتغلون ساعات طويلة. والله هذه المبادرة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، نحن نشوف أن مبادرة طيبة من سموه لحث الموظفين على أداء يعني أو ممارسة الرياضة، مثل ما يقول مثل العقل السليم في الجسم السليم. مبادرة طيبة أطلقها سيدي سمو الشيخ عبد الله، وبالعكس تحث على مجتمع صحي، بيئة صحية، بالتالي تزيد الإنتاجية. نحن كنا نتمنى هذه الفكرة منذ فترة أن تطبق، وإحنا سعداء أن نكون فيها ونشارك فيها، ونتمنى إن شاء الله أن تنجح الفكرة وأن تكرر وتعاد مرات أخرى إن شاء الله بإذن الله. حقيقة لولا الشيخ عبد الله ما مشينا 7 كيلو، دائما يعطينا الامل، دائما يبحث عن الفرص اللي ساعدنا في اللياقه. نحن حقيقة في الخارجيه لا يهتم فينا فقط في موضوع التعليم والخبرات واحسن الممارسات، وانما ايضا يبحث ان نستمر معاه اكبر قدر من عمرنا وهي الصحه. وان شاء الله مشكور على هالمبادره سمو الشيخ عبد الله، ونتمنى التوفيق، وايضا نتطلع الى مبادرات اخرى. اليوم الرياضي هذا يتوج مسيرة العمل اللي ياس منتجها برعاية الشيخ عبد الله وبمشاركته، وحتى لنا ودعمنا يانا في كل هالمسيرة هاي. نحس نفسنا ان نرجع 7 كيلو مش في الباص، الحين بنرجع مشي او ركض مع الجميع. عندنا طاقة ايجابية بعدنا ما استنفدناها في هالمشي. استمتعنا كثير بالمشاركة في فعالية المشي، فرصة جميلة أن الموظفين يتلاقون مع بعض ويمارسون رياضة المشي، خصوصا مع وجود قيادات وزارة الخارجية. مبادرة اجتماعية، مبادرة صحية، وهذا دليل أن نحن صحيح دائما مشغولين في عملنا، دائما مكرسين وقتنا، ولكن رسالة للجميع أن نحن مش ناسين أهلنا ومش ناسين عيالنا، عيالنا في قلوبنا ومهتمين فيهم، حتى في عملنا هم يشاركونا. أنا وايد فرحان وشفت يا الشيخ عبد الله، أنا وايد مستانسة عشان شاركت عند الشيخ عبد الله. مبادرة جدا ناجحة، مبادرة طيبة من الشيخ عبد الله. عشان تكون إنسان رياضي وصحي لازم تمارس الرياضة كل يوم تقريبا. سعدنا جدا بالمشاركة في هذه الحملة، وسعدت بمشاركة أطفالي بعد معنا.